ينضم إلينا عبر سكايب من أديس أبابا أنور إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد أنور. ألا يبدو يعني أن إثيوبيا تغامر، هي تتعامل مع أكبر دولتين يشقهما النيل، والطرفان الأساسيان أو الطرف الواحد بالنظر إلى أن موقفهما واحد، ولا تريد أن تتعامل معهما حتى في إطار التفاهم ولا حتى في إطار إطلاق المفاوضات، تتصرف بشكل أحادي؟ نعم، هي اتهامات متواصلة ظلت تلصق بإثيوبيا وليس الآن. وإذا كانت إثيوبيا تغامر فأعتقد المغامرة ليست الآن، ولكن منذ أن وضعت إثيوبيا حجر الأساس على هذا السد في الثاني من أبريل من العام 2011. وللأسف الشديد حتى إذا تقدمت إثيوبيا وقدمت كل المعلومات يتم تناسي هذه المعلومات من وقت لآخر، وتتهم بأنها تتعنت وأنها تمارس كذا وكذا وكذا. أرني أين الاتفاق؟ أين الاتفاق الذي نعم. أو التفاهم أو القانون الدولي الذي على أساسه الآن إثيوبيا تقوم بهذه الخطوات في سد النهضة؟ نعم أخي الكريم، أولا كانت في المرحلة السابقة بعد اتفاقيات المبادئ وبعد 2017 كانت دائما تهم إثيوبيا بأن هنالك تعنت من الجانب الإثيوبي، ولكن عندما تقدم إثيوبيا على تقديم وثائق أو أي مستندات تتجه لها من الجانبين. يعني أذكر وزير المياه والري الإثيوبي في يناير من العام 2020 قد أكد في اجتماع رسمي في إثيوبيا بأنهم ملكوا مصر أكثر من 152 وثيقة تخص ملف سد النهضة، وكان هنالك خبراء مصريين في السابق تحدثوا عنها، ولكن مع تطور مراحل الملف وكذلك تسييس الملف من وقت لآخر يتم نكران أن إثيوبيا كأنها لم تقدم أي شيء وكأنها لم تعمل. مثلا خطوة اليوم التي بادرت بها إثيوبيا وهي الدعوة الدولتين أو خبراء الدولتين أو وزراء المياه في الدولتين لأن يقدموا خبراء مياه من أو خبراء سدود من عدة دول لتبادل المعلومات، وكان هنالك اهتمام في اجتماعات كينشاسا وما قبلها بأن إثيوبيا لا تملك أي معلومة، وأعتقد هذه خطوة في صالح الدولتين يمكن أن تستفيد منها. ولكن بعد أن تتقدم إثيوبيا بهذه الخطوة ويتم تجاهل هذه الخطوة دون أن يكون هنالك أي رد فعل، أعتقد بعد ذلك إن أقدمت إثيوبيا على المرأة الثانية وهذا الشيء طبيعي لن تتوقف. سيد أنور، هنالك تهديدات واضحة وتحذيرات، لنقول تحذيرات وتنبيه شديد اللهجة من قبل كل من الخرطوم والقاهرة، وتنسيق على أشده بينهما، ليس بمستوى قادة هذه الدول أن يهددوا بأنهم لن يسمحوا بالمس بأمنهم المائي وأن كل الخيارات مفتوحة. يا أخي الكريم، هذه ليست جديدة، منذ 2011 و12 تكررت مثل هذه الوعود والتهديد وليست بجديدة على إثيوبيا. وإثيوبيا تعي أيضا حسب متابعتها لهذا الملف لأنها ستواجه أكثر من ذلك خلال المراحل القادمة. حتى في معظم البيانات إذا تابعت أخي الكريم وعدت إلى عدة أشهر إلى الخلف كان هنالك إصرار إثيوبيا بأن عملية الملأ الثانية لن تتغير. في عملية الملأ الأولى كانت هنالك اتهامات لإثيوبيا بأنها لم تملك أي معلومة، بل اتهمت بأنها فتحت بعض البوابات، الشيء الذي أدى لغرق بعض المدن السودانية. هذه الحديث وهذه المعلومات نفاها وزير المياه السوداني خلال المؤتمر الصحفي هذا الأسبوع، وأكد بأن الأضرار الفيضان التي أضرت ببعض المدن السودانية لم تكن بفتح بوابات لسد النهضة، بل بسبب موسم الخريف الذي جاء مبكرا وجاء غزيرا جدا. إذن هنالك معلومات يتم تغييبها عن عم. اما فيما يخص ما هامش المخاطره في ذهاب اثيوبيا نعم. الى هذه الاجراءات بشكل احادي والملء في يوليو، هي ليست احادي، هي اثيوبيا عندما بدات بناء سد النهضه قدمت من قبل دعوات، ولكن الجميع لم ينتبه لاثيوبيا ولم يمد يد التعاون، ولكن بعد ان اصبح السد امرا واقعيا بدا الجميع يتباكى. هذه هي القضيه الاساسيه الان. عندما مررنا بتسعه اعوام فيما يخص الجوانب الفنيه، وعندما دخلنا الى عمليه الملا الاوليه كانت عمليه الملا الاوليه هي القضيه الاساسيه، تناست الدولتين وخبراء الدولتين واي خبراء في الدول الاخرى كل ما يخص الملفات الفنيه، بل ركزوا على ان عمليه الملا الاوليه ان تمت سيحدث كذا وكذا وكذا، وتخطينا هذه المرحله بسلام وبفوائد ولم تضر. طيب، هذه المرحله ما دامت اثيوبيا بكل هذا الانفتاح على الأطراف الأخرى كما تتفضل للتو، فلماذا مفاوضات كينشاسا خرجت أو مباحثات كينشاسا أولا يعني أرجوك سيد أنور يعني هذا سؤالي الثالث ولا تتركني أكمل السؤال. كينشاسا لماذا لم تصبر إثيوبيا كما تصبر حضرتك الآن على السؤال، على الأقل من أجل إعادة إطلاق المفاوضات؟ الأطراف الأخرى استشعرت أن إثيوبيا لا تريد إعادة إطلاق المفاوضات أصلا. أخي الكريم، حتى تصريحات وزير المياه والري الأثيوبي هذا الأسبوع تم تكذيبها ووصفها بالمعلومات الكاذبة والمضللة. إذن هنالك محور رئيسي يبتغض في هذه المفاوضات أو بين الدول الثلاثة، وهو عدم الثقة.
عدم الصيغة المتبادلة بين الدول الثلاث، لأن هنالك من يسبق ويصدر بيانات، وعندما يصدر الجانب الآخر بيان أو يتأخر يأتي اتهامه بكذا وكذا وكذا، وعندما يصدر أي من الجانب الآخر بيانات أو معلومات دقيقة جدا عن جولات تفاوض أو عن أي ما يخص ملف صد النهضة يتم اتهام هذه المعلومات بالكذب وكذا وكذا وكذا. إذن نحن الآن أمام أمر واقعي، يوليو نحن على اعتاب من يوليو ستتم عملية الملأ الثانية في ظل التهديد كما قلت أخي الكريم، ولكن لا بد من الدول الثلاثة الآن أن تجلس بصدر الرحب وبصيغة متبادلة. الآن عندما دعت أثيوبيا لهذه الدعوة هنالك من يصف هذه الدعوة من الجانبين من خبراء أو من محللين بأنها مجرد مراوغة وكسب للوقت. كيف تكسب الوقت أثيوبيا وتأخرت أكثر من 5 سنوات في الفترة في عملية الانتهاء من سد النهضة الأثيوبي؟ إذن أثيوبيا لم تكسب الوقت بل أهدرت الوقت، كان الأجدى بها أن تكسب هذا الوقت في 5 أعوام أولى. من أديس أبابا أنور إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.